الأمير نواف بن سعد علاقتي فيه أكثر من 25 سنة وليست وليدة لما كان هنا رئيس نادي وكنت أنا مدير كرة أو كنت أنا مدرب، ولا أعتقد أنه ستخدش علاقتي بالأمير نواف مجرد اختلاف في وجهات نظر، وهذا شيء البيئة إذا ما كان فيها اختلاف في البيئة العملية. أغلب اختلافاتكم كانت حول ماذا؟ عن سيستم الفريق. يعني من حقه هو كنائب رئيس في أشياء كثيرة، لأنه مرجع عين فقط لي أنا بما أني مدير عام إدارة كرة القدم، رئيس النادي ونائب رئيس النادي، ولكن مو معناته أني وضعت في هذا المكان ما أتخذ قرارات بدون الرجوع. كذا أنا أصر أنه عملي ناقص ولا عندي أي صلاحيات. تفضل. لا هو صادق يعني سامي، ما يعني أي عمل يعني حتى بيني وبين الأمير عبد الرحمن أنا نائب وهو رئيس، بأكيد أنه طبعا نتفق كثيرا وأكيد أنه نختلف في أشياء بسيطة، لكن بالنهاية القرار اللي سموه الأمير عبد الرحمن وأدعمه فيه أيا كان القرار، لأنه الحقيقة مع الوقت وجدت أنه الأمير عبد الرحمن معظم ما فكر فيه كان هو الصائب. بس لم يكن الكيمياء ما كانت جيدة بينكم؟ لا بالعكس، لا والله بالعكس من كابتن سامي يعني. لا 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 بالعكس، كمدير فريق لا كانت جيدة. كمدرب؟ كمدرب ما استمريت الحقيقة أنا فترة طويلة. طيب رأيك فيه كمدرب؟ شوف سامي، من يعني متعد خمس لاعبين، خلينا نتكلم عن اللاعبين، متعد خمس لاعبين هو من أعظم خمس لاعبين مروا على الكرة السعودية بدون شك، وأهمهم وأكثرهم إنجازات النادي ولمنتخب بلاده. كمدرب ما أستطيع أني أقول لك هو مدرب، يعني لسه ما يعني التدريب يبغى له فترة طويلة عشان يقيم هل هو مدرب. يمكن عنده الكاريزما وعنده الشخصية وعنده الذكاء أنه يتعلم أكثر ويصبح مدرب ممتاز، لكن حتى الآن ما أستطيع أن أقول لك سامي كلاعب من أحسن خمس مدرب، أحسن خمس لاعبين، لكني ما أستطيع أن أقول لك أنه من أحسن خمس مدربين مروا على الهلال مثلا. طيب.